آية في كتاب الله عز وجل يأمر الله فيها عباده أن يؤدوا الصلاة تامة بأركانها، وأن يخرجوا زكاة أموالهم، وأنهم مهما عملوا من عمل في حياتهم يجدوا ثوابه عند ربهم يوم القيامة فيجازيهم به، فالله تعالى بما يعملون بصير فيجازي كلا بعمله. سؤال الحلقة: اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة.